استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للمملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية الأولى، والتي تعقد بالرياض بعقد جلسة مباحثات هامة مع الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تقدم بالتهنئة مجدداً على إعادة انتخاب الرئيس شي جين بينغ مؤخراً أميناً عاماً للحزب الشيوعي الصيني لفترة ثالثة، معرباً سيادته عن الثقة في استمرار الصين في المضي قدماً على طريق التنمية تحت قيادته، والتطلع للعمل المشترك معه خلال الفترة القادمة للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، خاصة في ظل روابط الصداقة التاريخية والممتدة التي تجمع البلدين والشعبين المصري والصيني، مؤكداً سيادته حرص مصر على تطوير التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، سواء في الإطار العربي الجماعي أو في الإطار الثنائي من خلال الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين. من جانبه قدم الرئيس الصيني التهنئة للسيد الرئيس على التنظيم المصري الرفيع المستوى للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ والنجاح الكبير الذي حققته، مؤكداً أن بلاده تعتز بعلاقاتها مع مصر وتسعى دائماً للارتقاء بشراكتها مع مصر في جميع المجالات. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بالرياض السيد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، وتطرق اللقاء للتباحث بشأن سبل دعم التعاون بين مصر والعراق، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الثوابت الراسخة للسياسة المصرية بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي، فضلاً عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة،